ما هو الإسلام؟ إسلام إنه قد يسألك بعض الناس يقول هل أنت مسلم؟ يا أنت سكي ما كيوك ما كسبني نتو إن جا إسلام كسو. تقول نعم أنا مسلم. يقول نعم yes أنا جا إسلام. يقول ما هو الإسلام؟ كاتو بيني تو إسلام نتو إنه. الإسلام هو أن تفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. أس إسلام إن لامو نسايا كيل كندة كأوتينوري كيسيرني أديك ماك. توحيد. المسلم لابد أن يطيع الله ولا يعصي. يا إسلام تون إن يكون نور رضي سايك إنه لوشي كده ما كيكو بارجي كده. يعمل بالشريعة ولا يخالف الشريعة. وتي كلو ورقي شريعة كده كيكو ذيك يوم الشريعة. ولا بد أن المسلم يتميز عن اليهود والنصارى والمجوس والبوذيين والهندوس. كده يا إسلام تون رن إن يكون بيد ما بو بيد ما بوجري جو يهودي جو كريستو جو هندي تو كيجو مالامو يجيني شيء. إذن الإسلام تفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. ومن الإسلام إن لم يرد نصائحك تنرجع مسير نيتك ما توحيدك. وطاعة لا معصية. تجينا تجي لوجي كنا تير كتوه ورجع بار بالوكل. وعمل بالشريعة. كتيو جمرة متي كل ورقة الشريعة. الدين الإسلامي ثلاث مراتب ثلاث درجات. الدين مر إسلام إن دين ما نترجع steps أديك. المرتبة الأولى الإسلام. step مكونه إن إسلام. والإسلام أركان الإسلام خمسة. كندو إسلام نقول نو سيرني متيني كتوجره أبي سيرني بيج. المرتبة الثانية من مراتب الدين الإيمان. سيرو مر ريو مر دين إن يي كناني إيماني. والإيمان أركان الإيمان ستة. تصيرني متينو يينو جين سيرني أوجي. الثالث من مراتب الدين الإحسان والإحسان ركن واحد. step مرديك إن إحسان كناني إن تيمونجوك مكمل تجيه مبل.